قول بخصوص اللي هو كويز 2 بتاع المعمل. يعني هو واحد هنمتحن عليه على الشيت والتاني هنمتحنه على البراكتيكال ولا؟ التاني هيبقى في المعمل على ايه دي ساعتها نتكلم فيها، انما هيبقى في الكلية يعني مش ايوه اونلاين. يعني براكتيكال يعني. لا الامتحان البراكتيكال ده حاجة تانية، يوم امتحان البراكتيكال بيبقى في امتحان براكتيكال وكويز 2، يعني حاجتين. كويز 2 ده تمام. بقى هيجي فيه ايه؟ لسه دي هنقول ساعتها، نشوف ايه اللي وصلنا له ايه اللي عملناه له، يقول لك كويز 2 جاي في الحتة دي ودي ودي. تمام. انما يوم امتحان المعمل بيبقى عندك امتحانين، كويز 2 الاول مثلا ربع ساعة ولا نص ساعة، وبعد كده ايه امتحان العملي ذات نفسه. ايوه تمام. طب دكتور معلش، هو امتحان فعلا بي ام سي كيو ولا تم؟ بيبقى ام سي كيو، بيبقى ام سي كيو. شكرا يا دكتور. لا حد عامل شير للسكرين بتاعتنا ونبدأ بقى ايه، نبدأ نشتغل الشغل بتاعنا زي ما اتفقت معاكم يا جماعة، اللي انت زي ما هتشوف في المحاضرة شغالة قدامك برضو اكتب معايا اللي بيظهر عندك علشان تحس ان انت ايه قاعد كده، مش قاعد في البيت يعني، قاعد مهتم يعني. زي ما اتفقنا الشاشة ظهرت عندكم ولا لسه؟ تمام. تمام يا تمام. دكتور. زي ما اتفقنا احنا عندنا جزئين، اول 3 شابترز هيبقى على حاجات الماده جاز ليكويد سوليد، وبعد ما نخلص الجاز ليكويد سوليد هنبدا نتكلم فيه الابلايد كيمستري، والابلايد كيمستري دي هي الايه الجزء التطبيقي اللي احنا ايه درسناه. طيب يبقى انا هبدا النهارده في حاجه اسمها اول حاله من حالات الماده اللي هي جازز ايه جازز. الناس دكتور شايفه؟ انا مش شايف حاجه. نعم. يا دكتور ما انا شايفين؟ برضو مش شايف. هو انا بالنسبه لي شايفين برضه ولا مش شايفين؟ ما بين لا الصوره لسه مش والصوره. شايفين. شايفين يا دكتور؟ انا ما عندي مش انا شايف شايف، حاجه. انا مش شايف اي يا جماعه حاجه. بالنسبه للي مش شايف يطلع من التيمس ويخش تاني عشان هو باين عندنا. انا شايف عندي. طيب اطلع من التيم وادخل تاني. انا ظاهر عندي اهو خلاص. انا كمان مشغل اصلي على اللابتوب ومشغل على الموبايل عشان اشوف ايه اللي انتوا شايفينه يعني. نرجع بقى للموضوع، هنتكلم في حاجه اسمها اول حاله من حالات الماده عندي اللي هي عباره عن الجازس ستيت. حلو؟ طيب هو ايه الفرق بين حالات الماده المختلفه عندي ليكويد وجاز وسوليد؟ ايه الفرق بين الحاجات دي وبعضها؟ هي المسافات الموجوده بتوين المولكيولز وبعضها، صح؟ الفرق بين الجاز والليكويد والسوليد هو ايه؟ هو الانتر مولكيولر سبيس اللي بتوين المولكيولز ولا لا؟ يعني ايه؟ المولكيولز او الجزيئات بتاعت الغاز ايه علاقتها ببعض؟ الناس سامعه ولا مش سامعه يا جماعه؟ بعيد عن بعضها. طيب انا بحب يا جماعه وانا بسال وانا بتكلم اللي احنا نجاوب مع بعض. معلش يا دكتور ممكن تقول من تاني؟ طيب معلش مش داخل. طيب دلوقتي ايه الفرق بين الجاز والليكويد والسوليد؟ لو انا جيت قلت حالات الماده او الستيتس بتاعت الماترز هي 3 حالات، جاز ليكويد سوليد، ايه الفرق بين الجاز والليكويد والسوليد يعني؟ هو الدكتور السوليد والليكويد بيبقى فيه رابط ما بين المولكيولز بعضيها، لكن في الجاز بيبقى نوعا ما مفيش روابط، وبتبقى المولكيولز بعيده عن بعض وواخده انرجي عاليه، يعني طاقه حركيه او حراريه حاجه كده. يعني الفرق بين بين الجاز والليكويد والسوليد ان المولكيولز في حاله الجاز او في حاله السوليد او في حاله الليكويد بعيده عن بعض، يعني في حاله الجاز المولكيولز دي بعيده عن بعض، فما بقت المولكيولز دي بعيده عن بعض خلت كل جزيء ملوش علاقه بالتاني، خلت الاتراكشن فورس بتوين المولكيولز ايه؟ خلت الاتراكشن فورس بتوين المولكيولز اقل ما يمكن. تمام. يبقى الغاز هو حاله من حالات الماده بتتميز بايه؟ بتتميز ان هي ليها هاي انتر مولكيولر سبيس بتوين المولكيولز، وتاني حاجه اللي هي مالها ان ليها لو اتراكشن ايه اتراكشن فورس. يبقى اذا اما اجي اتكلم ما هو الجاز هتقول لي حاله من حالات الماده ليها هاي، تتميز اللي هي ليها هاي انتر
molecular space او ده بيترجم في ايه بقى؟ طالما المسافات بين الموليكولز وبعضها كبيره يبقى الاتراكشن فورس ماله اقل او لو اتراكشن. هستاذن حضرتك يا دكتور بس ممكن حضرتك تترجم يعني تقول الترجمه بتاعتهم عشان يعني لو اتراكشن فورس دي ممكن نقول عليها ايه كمان؟ نو اتراكشن فورس. هي ايه الترجمه بتاعتهم؟ ما انا برضو ما انا بتكلم اهو يعني هاي انتر موليكيولر سبيس مسافات بينيه كبيره. لو اتراكشن فورس يعني اتراكشن فورس ايه؟ ضعيفه او حتى كتبتك مكانها ايه؟ نو اتراكشن فورس. خلاص يبقى الجاز هي حاله من حالات الماده اللي بتتميز بيه تاني حاجة اللي تتميز بإيه؟ لو نو دكتور صبي قطع دكتور ماشي يا جماعة؟ صبي قطع جامد قوي دكتور مش عارف اسمع كويس. أنا سامع كويس انا مش عارف اعمل لكم ايه بصراحه. هو بالنسبه لي الصوت واضح فلو حد عنده صوت مش واضح فيشوف الفيديو. انا برضه الصوت واضح. طيب هغير الشبكه بس برضه لغايه ما تتغير هنتكلم شويه. خلاص في اي مشاكل في الكلام ده؟ طيب عايز اتكلم بقى في شوية معلومات وشوية حاجات خاصة انها للصوح. هو الدكتور بيتكلم؟ لا لا الدكتور مش بيتكلم هو بس هيغير الشبكة وبعد كده هيرجع تاني. دكتور حضرتك صوتك بيقطع جدا. ده الاول كان احسن يا دكتور ده كده صعب جدا. الدكتور خرج اصلا. لا هو شيء سكرين اتقفل. لا دكتور موجود لسه كده خرج. Thank you.
هو الدكتور بيتكلم ولا هو كله واقف ولا ايه؟ هو انا بحاول اتواصل مع الدكتور دلوقتي ولما يرد عليا يخش يعني، فما تقلقوش يا جماعه. هو اهم حاجه ما يكونش كله بيشرح يعني. لا هو اكيد اكيد باين عنده عشان هو فتح من اللاب زي ما قال، فاكيد هيبان عنده ان هو فصل. كده حلو؟ ايوه يا دكتور كده الصوت واضح. اوكي حاجه نازل كده الصوت واضح. ايوه اتفضل يا دكتور. حاضر. بصوا بقى يا جماعه احنا هنقضيها النهارده باي شكل من الاشكال، لان انا في الكليه مش هعرف اعمل حاجه اكتر من كده يعني. انا حاولت اغير اكتر من مكان برضو ما ايه ما عرفتش يعني. ثانيه واحده خليكم. هو كده الصوت تمام اصلا يا دكتور؟ يلا يا جماعه نبدا تاني بقى. تمام كده حلو. ايوه اخر حاجه اقدر اعملها يعني كده. تمام يا دكتور. طيب حلو. إيه عايز ادرس الجاز، يبقى انا محتاج ان انا ادرس العوامل اللي بتاثر على الغاز. طالما هدرس خواص الغاز او البروبرتيز بتاعت الغاز، يبقى انا محتاج ان انا ادرس واقول ان انا عندي في ثلاثه فاكتورز او ثلاث عوامل affecting بتأثر على الجاز properties. يعني انا عندي ثلاث عوامل هتأثر على خواص الغاز اللي هم ايه؟ ايه هم اللي ممكن تفتكر هو بيأثر على خواص الغاز؟ قال لي عندي 3 factors اللي هم ايه؟ اول حاجه قال لي البريشر، الضغط هيأثر على خواص الغاز. تمام؟ طب ايه كمان؟ قال لي تاني حاجة التمبريتشر صح. طيب ايه كمان؟ قال لي وتالت حاجة عندي حاجة اسمها الفوليوم. يعني ايه بريشر؟ يعني الضغط اللي هو رمزه بي. يعني ايه تمبريتشر؟ يعني درجة الحرارة اللي هي رمزها تي. تمام؟ يعني ايه فوليوم؟ يعني الحجم اللي رمزه ايه؟ في. يبقى انا لازم اكون فاهم ان انا عندي ثلاث عوامل بثلاث مصطلحات بثلاثه زي ما بقول ايه؟ بثلاثه ابريفيشن ما ينفعش ان انا اغيرهم. يعني لما اجي اقول لك في اي لحظه ايه رمز الفوليوم، ما تقوليش مثلا يو. لا، ايه رمز الفوليوم؟ هو ايه؟ الفي. ايه رمز البريشر؟ البي. ايه رمز التمبريتشر؟ التي. اند سو اون. يبقى انا عشان ادرس الغاز واعرف خواصه ايه، لازم اعرف، لازم اعمل علاقه بين الثلاث حاجات دولت مع بعض، لازم اعمل علاقه بين الثلاث عوامل دولت مع بعض. يبقى لو قدرت اعمل علاقه بين البي والفي والتي، هيطلع لي قانون خاص للغاز، هو ده اللي انا هبدا استخدمه. فقم كذا عالم بدا يدرس لي خواص الغاز. فجي مثلا عالم اسمه بويل،
الموبايل ده عمل لي قانون. طيب القانون ده بيتعمل ازاي؟ قال لي بكل بساطه انا هثبت واحد من الثلاثه البي والفي والتي، هثبت منهم واحد تمام، وهعمل علاقه بين الاثنين التانيين مع بعض. يبقى عشان ادرس واطلع قانون للغاز انا هعمل ايه؟ هثبت علاقه منهم او هثبت بارامتر من الثلاثه وهبدا اعمل علاقه بين مين؟ بين الاثنين التانيين. فجي بويل قال لي ايه؟ قال لي انا هثبت التي، فقال لي ات كونستانت تي. ايه اللي هيحصل ات كونستانت تي؟ لقينا انه بيقول لي ان الفوليوم از انفرسلي بروبورشنال تو ايه؟ البريشر، وسمى ده واحد. يعني ايه الجمله دي؟ يعني ايه العلاقه دي؟ معناها ان كل ما البريشر بيزيد الفوليوم بيقل، وكل ما الفوليوم بيقل البريشر بيزيد انتو. خلاص، مين اللي قال الكلام ده؟ بويل. في عالم تاني اسمه تشارلز، عمل لي هو كمان قانون خاص بيه سماه تشارلز لو. تشارلز قال لي ايه؟ قال لي انا هثبت المره دي البي، فبالتالي اصبح ات كونستانت بي ات كونستانت بريشر هتبقى العلاقه بين مين ومين؟ temperature. تمام، ايه العلاقه دي؟ بتقول ايه؟ بتقول لي ان الفوليوم is directly proportional to the temperature. يعني العلاقه بين الفوليوم والتمبريتشر علاقه دايركتلي او علاقه طرديه. يعني ايه علاقه طرديه؟ يعني ده يزيد ده يقل، ده يقل ده يزيد، سوري ده يزيد ده يزيد، ده يقل ده يقل and so on. ده مين اللي قال كده؟ ده تشارلز. يبقى انا كده عملت علاقه بين الفي والبي، لقيتها علاقه عكسيه. عملت علاقه بين الفي والتي، لقيت العلاقه دي علاقه ايه؟ دايركتلي او علاقه طرديه. جه عالم ثالث اسمه افوجادروس، وعمل لي هو كمان قانون سماه افوجادروس لو. بس افوجادروس عمل حاجه مختلفه. عمل ايه؟ قال لي ات كونستانت تي وبي. فات كونستانت تي وبي ايه اللي حصل؟ لقينا ان الفي از دايركتلي بروبورشنال تو الام، حيث الام هي حاجه اسمها النمبر اوف مولز. في is directly proportional to الn، حيث الn هي النمبر اوف مولز او عدد المولات. تمام، طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا لما نيجي نكون قاعدين في عددنا كبير، عددنا مثلا 1000 واحد، هل هننفع نقعد في اوضه صغيره؟ لا، لازم نقعد في اوضه كبيره. طب لو كان عددنا 10 تنفار بس، هل محتاجين استاد مثلا عشان نقعد فيه ولا محتاجين اوضه صغيره؟ اوضه صغيره. يعني ايه؟ قال لي يعني كل ما عدد جزيئات الغاز زاد، كل ما الفوليوم اللي محتاجه عشان اعمل بيه او الغاز يتحرك فيه يبقى لازم يكون ايه؟ هو كمان كبير معانا. طيب من واحد واثنين وثلاثه، من واحد واثنين وثلاثه ايه اللي هيحصل؟ ده يؤدي لان الفي is directly proportional to الn، directly proportional to الt، inversely proportional to مين؟ to الb. مش اللي احنا قلناه؟ يبقى الv directly مع الn، directly مع الt، inversely مع الb. طب ما تشيل علامة التناسب دي، هشيلها وقت مكانها ايه؟ equal constant. يبقى الv equal constant هنسميه r في n في t في واحد على الb، صح؟ طب عدل المعادله، تبقى المعادله شكلها عامل ازاي؟ ان بي في اي ايكوال ان ار تي، ويبقى المعادله دي هي المعادله الاساسيه اللي بتحدد لي خواص اي غاز معايا. المعادله دي بتقول ايه؟ بتقول ان بي في ايكوال ان ار تي، حيث الار هو ايه؟ هو كونستانت. الار هو ايه؟ هو كونستانت. حطيته امتى الكونستانت ده؟ عشان نشيل علامه الايه؟ خلاص؟ وهسمي المعادله دي باللي انا عملته ده بمعادله الايديال جاز لو، ويبقى دي اول معادله عندي، حاجه اسمها ايديال جاز
لوب او معادله الغاز المثالي. ايه ده؟ اصبح عندي حاجه اسمها غاز مثالي. وما هو الغاز المثالي؟ هو الغاز اللي بيحقق كل الشروط او كل الخواص او كل الحاجات اللي انا ايه محتاجها فيه. ويبقى اي غاز في الدنيا هيتبع المعادله بي في ايكوال ان ار تي يسمى ايه؟ يسمى ايديال غاز. حد عنده مشكله؟ هو لما بتزود الفوليوم درجه الحراره بتزيد. اما بتزود درجه الحراره الفوليوم بيزيد، لكن مش العكس. والعكس بيحصل بس مش هيديك يعني اللي هيبان اكتر تاثير درجه الحراره على الفوليوم. اوكي تمام خلاص يا جماعه. يبقى دي اول معادله عندي مهمه جدا بستخدمها في حل المسائل. المعادله دي بتقول ايه؟ ان البي في ايكوال ان ار تي. ثانيه واحده يا جماعه، استاذ مصطفى بقول لك يا امير لو سمحت اشغل المايك قدامي ساعه بس اخلص المحاضره وافضل. تمام في اي مشاكل كده يا جماعه؟ مش يا دكتور ممكن تعيد ماده ايديال جاز؟ جاز لو دي ايديال دي مقصود بيها ايه؟ مش حالات معنى من الجاز يعني مقصود بيها كلمه مثالي يعني حاجه مثاليه. تمام يبقى ايديال جاز لو هو قانون الغاز المثالي، والغاز المثالي هو الغاز اللي هيحقق كل اللي انا عايزه. ايه معرفة كل اللي انا عايزه منه؟ خلاص يعني هيحقق كل الخواص اللي انا محتاجها. القانون ده ايه؟ في غازات مش مثاليه مش هتحقق القانون ده. هنتكلم في ده طبعا. وكده معناها ان انا هقسم الغاز عندي نوعين، في ايديال جاز وفي مش ايديال جاز. بس كل الكلام ده بوقته، يعني احنا النهارده محاضرتنا كلها على الايديال جاز. هنيجي بقى المحاضره الجايه ان شاء الله هنتكلم عن النوع الثاني وهكذا. خلاص تمام يا دكتور. طيب بقت المعادله الارض هنا بقت كام؟ نعم الار هنا حضرتك قلت ان هو يبقى كون. لا 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 سيبك من الار دلوقتي، هتكلم عنها بالتفصيل بعد شويه. ويبقى بي في ايكوال ان ار تي، دي معادله الايديال جاز لو. طيب انا مش فاهم حاجه، يبقى انا محتاج اتكلم في ايه دلوقتي؟ محتاج اتكلم على ترم في المعادله دي. يعني محتاج اتكلم يعني ايه بي، يعني ايه في، يعني ايه ان، يعني ايه ار، يعني ايه تي بالتفصيل. وبعد ما اخلص كل واحد فيهم لوحده هبدا اتكلم على المعادله ايه ككل. خلاص يا جماعه؟ يبقى انا اول حاجه عرفتها ان انا عندي حاجه اسمها بي في ايكوال ان ار تي، وهذه المعادله تسمى معادله الغاز المثالي. ونبدا نتكلم على ترم فيها. واول حاجه عندي كان البي. وما هو البي؟ الضغط. حلو. الضغط بتاع مين؟ بتاع الجو ولا بتاع الهواء ولا بتاع الغاز ولا بتاع كل الحاجات دي على بعض ولا ايه بالظبط؟ المفروض بتاع احنا بنتكلم على الغاز. الغاز احنا بنتكلم على الغاز، يبقى غصب عني لازم تقول لي ان البي هي البريشر اوف الجاز. ما تقوليش الضغط الخارجي، ماليش دعوه. انا البي المقصود عندي في القانون هو الضغط بتاع الغاز. حلو. ده بقى هيخلينا ندخل على مصطلح جديد. وما هو المقصود بالضغط بتاع الغاز؟ يعني ايه البريشر بتاع الغاز؟ ايه هو البريشر بتاع الغاز ده؟ بيقيسه ازاي وجاي نتيجه ايه والحاجات دي كلها؟ دكتور بيكون مثلا البريشر بتاع الموليكيولز على الكونتينر مثلا. ممكن وممكن اكون زانق كميه كبيره من الغاز فوليوم قليل فببقى مضغوطه يعني قريبه من بعض. علي صوتك عشان ايه يعني انا بسمعه بضعف يعني سمعه. ممكن اكون حاطط كميه كبيره من الغاز في مساحه قليله زانقهم في لا. مكان قليل يعني. لا بص يا جماعه انا نسيت اقول لكم بس في نظامي انا في المحاضرات، طبعا احنا مش هنقعد كتير مع بعض يعني احنا محاضرتين ثلاثه بس برضه احب اقوله لكم. انا ما بقولش لحد لا ولا انا بحب اسمع كل الاراء وفي النهايه اقوم قايل ايه الصح ايه والغلط ايه. ما بقولش صح وغلط الا في الاخر عشان ايه اسمع ايه اللي انت بتفكر فيه واقول لك ده صح عشان كذا او غلط عشان كذا. طيب عشان ما تضيعش وقت، ما هو البي؟ قال لي البريشر بتاع الغاز. وما هو البريشر بتاع الغاز؟ قال لي البريشر بتاع الغاز هو البريشر results from
collisions of gas molecules with the wall of a container. يعني ايه الكلام ده؟ عايز حد يفهمني ايه المقصود بالكلام ده. قال لي والبريشر بتاع الغاز هو الضغط الناتج من تصادم كوليشنز يعني تصادمات الجاز ماركل جزيئات الغاز مع مين؟ مع الوول او جدران الاناء. يعني ايه؟ احنا عارفين ان الغاز ده دايما في حاله حركه عشوائيه، مش احنا قلنا معروش اتراكشن فورس؟ فده معروش اتراكشن فورس يبقى هو في حاله حركه عشوائيه وهو بيتحرك هيخبط في مولكيول غيره، مفيش اي مشكله. لكن وهو بيتحرك برضو ممكن يخبط في الوول في كونتينر او جدار الاناء ولا لا؟ وقت ما هيخبط في جدار الاناء يبدا يعمل لي بريشر، هذا البريشر هو ده اللي انا هسميه ايه؟ البريشر اوف الجاز. يبقى ما هو البريشر بتاع الغاز؟ طب ما هو ضغط الغاز؟ هو الضغط الناتج من تصادم جزيئات الغاز collisions of gas molecules with the walls of container. طبعا احنا المنهج بتاعنا بالانجلش فلازم نعود نفسنا على المصطلحات عشان ما نلخبطش وما يبقى فاهمين اللي احنا بنقوله. هتلاقيني بقول لك في الاول مره كده ومره كده، انما بعد كده هتلاقيني بزود الايه الانجلش شويه. يبقى ما هو البريشر بتاع الغاز؟ هو البريشر الناتج من الكوليجنز بتاع الجاز مولكيولز مع مين؟ مع الوولز اوف الكونتينر. طيب ايه هي اليونتس بتاعتي بتاعت البريشر؟ يعني ايه اليونتس؟ يعني الوحدات. انا لما اجي اعين البريشر هعينه بانهي وحده؟ باسكال. عندي اربع وحدات لي اقدر اعين بيهم البريشر اللي هم مين؟ اول حاجه اسمها اتموسفيريك بريشر، مش الاي تي ام. اي تي ام دي مكنه الصرف اللي احنا بنصرف منها الفلوس، صح؟ ده اللي احنا عارفينه. انما الاي تي ام اللي انا بتكلم عليه دي اسمها ايه؟ اتموسفيريك بريشر. يبقى اول وحده من وحدات البريشر عندي هي الاتموسفير، الضغط الجوي. طب ايه كمان؟ ممكن نيوتن على متر مربع اللي هو الباسكال وبويل، اللي هو الباسكال. وما هو الباسكال اللي زي زميلكم ما قال؟ هو نيوتن على متر سكوير. طب ايه كمان؟ بويل. البار وحاجه اسمها ملي متر ميركري او التورشيلي. يبقى عندي اربع وحدات اقدر استخدمهم لتعيين البريشر بتاع الغاز: اتموسفيريك بريشر، باسكال او نيوتن على متر سكوير، بار وملي متر ميركري. هل هستخدم الاربعه فعليا؟ قال لي لا، انا بستخدم منهم اثنين بس. تمام. طب والاثنين التانيين لو جبتهم بيه هعمل ايه؟ لو جبتهم بالاثنين التانيين او كل اللي انا هعمله هعمل ايه؟ هحولهم الى الايه؟ الوحدتين التانيين دول. طيب يعني ايه؟ قال لي يعني ازاي احول من ملي متر ميركري الى اتموسفير مثلا؟ قال لي وعندي قاعده مهمه جدا، خلي بالك اللي احنا ما عندناش فورمولا شيت في الكيمياء، فالحاجات دي لازم تبقى حفظ. ازاي احول من يونت ليونت ثانيه؟ قال لي وان اتموسفير ايكوال 1.01325 في 10 باور 5 باسكال. ايه كمان؟ الوان اتموسفير ايكوال 760 ملي متر ميركري اللي هو التورشيلي. الوان اتموسفير ايكوال 1.01 بار. لازم احفظ الكلمتين دول. ايه علاقه الاتموسفير بغيره؟ لان الاتموسفير هي الوحده الايه؟ هي الوحده الاساسيه اللي عندي. الوان اتموسفير ايكوال 1.01325 في 10 باور 5 باسكال. الوان اتموسفير ايكوال 760 ملي متر ميركري. الوان اتموسفير ايكوال 1.01 ايه؟ بار. يبقى لو جبت لك من يونت ليونت ثانيه اعرف احول ولا لا؟ نعرف نحول بسهوله. يعني لو جيت قلت لك 10 باور نيجاتيف 7 ملي متر ميركري تعادل كام اتموسفير؟ اعمل ايه؟ نقسم على 670. اقسم ولا اضرب في 760؟ هنقسم. حلو، عشان ما لخبطش امشي بالقاعده بتاعتي. القاعده بتقول ايه؟ ان الوان اتموسفير اهي
تعادل 760 ملي متر مركري. يبقى التربو نيجاتيف 7 ملي متر مركري بتكافئ كام اتموسفير؟ لو عملت كروس مالتيبليكيشن هلاقي ان انا عشان احول من ملي متر مركري للاتموسفير محتاج ان انا اعمل ايه؟ اقسم على 10 باور نيجاتيف 7. يبقى عشان احول من هنا ملي متر مركري الى اتموسفير اهو كل اللي هعمله هعمل ايه؟ هقسم على 10 باور نيجاتيف 7 ايه؟ سوري هقسم على كام؟ هقسم على كام؟ هقسم على 760. مجرد اللي انا قسمت على 760 ملي متر مركري يبقى انا حولت من ملي متر مركري الى ايه؟ اتموسفير. طب ازاي احول من ملي متر مركري الى باسكال؟ سهله دي بقى. قال لي بكل بساطه مفيش تحويل مباشر، انما اقدر احول من ملي متر مركري الى ايه؟ الى اتموسفير، وارجع احول من اتموسفير الى ايه؟ باسكال. الى باسكال. يبقى انا هنا هقسم على 760 وهنا هضرب في الرقم اللي احنا قلنا عليه، يبقى انا حولت اليونت معايا. صعب الكلام ده يا جماعه؟ معلش هستأذنكم بالظبط 5 دقايق وارجع لكم تاني، ماشي؟ في ناس بس قاعده مستنياني بقى لها ساعه، 5 دقايق امشيها وارجع لكم تاني على طول. ثانيه واحده. ماشي يا جماعه، نرجع تاني بقى الموضوع. انا معلش انا اسف بس كان معايا ناس فمشيتهم يعني. في اي مشاكل كده في البريشر؟ يبقى اول حاجه عندي لازم اكون المسميات دي والمصطلحات دي مهمه جدا في دماغي. ايه هو البريشر؟ البريشر ايه هي البي؟ هي البريشر اوف ا جاز. انهي بريشر بتاع الغاز؟ هو البريشر اللي بيحصل نتيجه الكوليجن بتاع الجاز مالكيولز مع الولف كونتينر. تمام؟ طيب ايه اليونت بتاعي؟ طب معلش انا اسف ان قطعت حضرتك، بس قلت الوحدات الاساسيه اللي هنستخدمها هم وحدتين تقريبا، مش هستخدم الاربعه. انا لسه هقول اهو اللي هم الاتموسفير والباسكال. اليونتس اللي معايا، اليونتس اللي معايا عندي 4، بس انا فعليا مش هستخدم الا 2 اللي هم مين؟ الاتموسفير والباسكال. طيب لو جاب لي بالبار لازم احولها، والبار هنا لما تيجي تحوله بص كده ايه علاقه البار بالاتموسفير؟ الاثنين تقريبا ايه؟ ذا سيم. الواحد اتموسفير بواحد واحد من 100 بار. يعني ايه؟ يعني الفرق بينهم مش كبير. بالتالي لو انا عندي البريشر بالبار انا بعتبره ضمنيا اللي هو بالاتموسفير. خلاص؟ انما لو جالي البريشر بالمليمتر مركري لا، محتاج ان انا احوله للاتموسفير او احوله لايه؟ للباسكال. واحنا عرفنا ازاي نحول المليمتر مركري الى اتموسفير وازاي احوله برضو الى ايه؟ الى باسكال. خلاص؟ في اي مشاكل في البريشر بتاع الغاز؟ معلش يا دكتور، ممكن حضرتك تقول بس الوحدات اللي هنستخدمها تاني؟ يا ابني ما هي متعلم عليها ايه؟ متعلم هنا على ايه؟ الاتموسفير والباسكال. طيب انا قلت حاجه غير كده؟ ماشي يا دكتور، شكرا. اي حاجه تانيه؟ العفو. اي حاجه تانيه لازم احولها لمين؟ للاتموسفير او ان احولها لايه؟ للباسكال. في اي مشاكل في البريشر يا جماعه؟ طيب تاني حاجه عندي كانت الفي. وما هي الفي؟ دايما ارتبط معايا كده ان اي حاجه هقولها لك لازم تبقى خاصه بالغاز. يعني ما قلت لك ما هي البي، قلت لي ايه؟ هي البريشر اوف اوف جاز. يبقى ما اجي اقول لك ما هي الفي هتقول لي ايه؟ الفوليوم اوف جاز. حلو، يعني الفوليوم اوف جاز. اسمع جاز، يبقى الفي هو الفوليوم اوف، ودي الحاله الوحيده اللي ما اقدرش اقول عليها الفوليوم اوف جاز، لازم اقول عليها الفوليوم اوف ايه؟ اوف كونتينر. دي الحالة الوحيدة اللي ما اربطهاش للغاز. ليه؟ لأن الغاز حر الحركة، ما عليهوش اتراكشن فورس، بالتالي هو هيشغل حجم الإناء اللي بيحتويه اللي هو الكونتينر. يبقى لما أجي أقول لك ما هي الفي تقول لي هو مين؟ هو الفوليوم. الفوليوم أوف كونتينر. إنما أي حاجة تانية لما أجي أقول لك ما هي البي، ما هي التي، تقول لي البي هي البريشر بتاع الغاز، التي هي التمبريشر أوف غاز and so on. انما الحاجه الوحيده هي مين؟ هي الفي. يبقى ما هي الفي؟
هي الفوليوم اوف الكونتينر. حلو قوي. ايه هي اليونتس بتاعت الفي؟ عندي تو يونتس للفي، متر كيوب ولتر. طبعا بقى في سنتيمتر كيوب والكلام ده كله كلها مشتقات من بعض. يعني عندي وحدتين اساسيتين، متر كيوب واللتر. مين اكبر، المتر كيوب ولا اللتر؟ وايه العلاقه بينهم؟ المتر كيوب اكبر. المتر كيوب، المتر كيوب اكيد كيوب اكبر اكبر. طب ايه العلاقه بين المتر كيوب واللتر؟ تقريبا المتر كيوب 1000 لتر. حلو. وعشان ما تلخبطش دايما احنا مرتبطين بحاجه اسمها هات لي لتر بيبسي، هات لي لتر ميه، هات لي لتر مش عارف ايه. فاللتر دي حاجه صغيره صح، انما ما بنقولكش هات لي متر كيوب ميه. يعني ايه؟ قال لي يعني المتر كيوب دي حاجه كبيره، ويبقى العلاقه بينهم ان ال1 متر كيوب ايكوال كام؟ ايكوال 1000 لتر. ال1 متر كيوب ايكوال 1000 لتر. خلاص؟ في اي مشاكل؟ اه في مشاكل. ايه المشاكل بقى؟ بتقول ايه انا مش سامع؟ ايه المشاكل بقى؟ المشاكل اللي انا حاجة في القانون بيقول لي ان بي في، يعني انا لازم اضرب اليونت بتاعت البي مع اليونت بتاعت مين؟ الفي. قال لي طالما الاثنين هعمل لهم عمليه ملتيبليكيشن في بعض، يبقى انا لازم استخدم اليونت اللي بتتماشى مع بعض. يعني ايه؟ قال لي يعني لو البريشر لقيته بالاتموسفير، البريشر ممكن يبقى بالاتموسفير زي ما قلنا، وممكن يبقى بالباسكال اللي هو عباره عن نيوتن على متر سكوير. لو البريشر باليونتس دي استخدم الفوليوم ازاي؟ قال لي يبقى عندي حاجه مهمه جدا لازم اعرفها، لو البريشر بالاتموسفير غصب عني الفوليوم لازم يبقى باللتر. لو البريشر بالاتموسفير غصب عني لازم الفوليوم يبقى باللتر، ولو البريشر بالباسكال يبقى برضو غصب عني لازم الفوليوم يبقى بالايه؟ يبقى بالمتر كيوب. راس دي قاعده اساسيه مهمه جدا عندي. ايه هي؟ ان الاتموسفير لازم مرتبط، لو البريشر بالاتموسفير غصب عني لازم يؤدي لان الفوليوم يبقى باللتر، ولو البريشر كان بالباسكال يبقى برضو غصب عني لازم الفوليوم، لازم الفوليوم يبقى بالايه؟ بالمتر كيوب. يبقى انا دلوقتي لما اجي اقول لك ثانية واحدة، أنا لما أجي أقول لك دلوقتي أنا عندي البريشر أهو زي ما قلنا بي ال مليمتر ميركوري، أحوله للأتموسفير ولا للباسكال؟ إيه اللي بيعتمد عليه الكلام ده؟ يعني أنا إمتى أحوله للأتموسفير وإمتى أحوله للباسكال؟ على حسب الفوليوم. يبقى أنا لما أجي البريشر يجي لي بيونت غير الأتموسفير والباسكال، مش هحوله كده، لا، أبص على الفوليوم. لقيت ان الفوليوم باللتر، يبقى انا ما عنديش حل تاني الا اني احول البريشر الى اتموسفير. الاتموسفير. لقيت ان الفوليوم بالمتر كيوب، يبقى انا برضو ما عنديش احتمال تاني غير ان انا احول البريشر الى ايه؟ الى باسكال. خلاص يا جماعه؟ يبقى لازم الاثنين يبقوا مرتبطين ببعض، البريشر ومين؟ والفوليوم. ويبقى دي قاعده مهمه جدا اهي، لو البريشر بالاتموسفير الفوليوم لازم يبقى باللتر، ولو البريشر بالباسكال لازم الفوليوم يبقى بالايه؟ بالمتر كيوب. قول اللي انت عايز تقول. ما انا كده كده اصلا حوله للاتموسفير، بعد كده حوله للباسكال، حوله للاتموسفير. ابص بقى على المساله. إيه، انت من حقك تحول زي ما انت عايز، بس هنشوف الكلام ده او رد على سؤالك ده بعدين، يعني في نهايه المحاضره النهارده. خلاص؟ طيب، اتكلمنا عن البي، اتكلمنا عن الفي، اتكلم على الحاجة الثالثة في المعادلة اللي هي كانت اسمها ايه؟ التي. وما هي التي؟ التمبريشر اوف جاز. التمبريشر اوف جاز. اوف الجاز. وما هي التمبريشر اوف جاز؟
لقوه الحركه للغاز واخدها. التمبريشر بتاع الغاز هي درجه حراره الغاز. ايه اليونتس اللي انا هستخدمها في درجه حراره الغاز؟ عندي نوعين، يا كلفن يا سيليزيوس، ما عنديش حاجه ثالثه. تمام. ايه العلاقه بين الكلفن والسيليزيوس؟ One كلفن equal to 7. ويبقى العلاقة صح ان T درجة كلفن equal T درجة سليزياس بلس كام؟ 273. طب انا هستخدم مين؟ قال لي وفي الكيمياء عندنا ما بنستخدمش الا درجة الحرارة دايما لازم تبقى بالكلفن. ماشي يا جماعة؟ تمام تمام. يبقى إذن أي درجة حرارة عندي أنا أجيبها لك بأي يونت أنت لازم تحولها لإيه؟ اللي لي كلفن. هيا قولوا يعني إحنا عندنا كده في درجتين حرارة بنستخدمهم عشان نقيس درجة حرارة الغاز. لا هي درجة حرارة واحدة اللي هي بالكلفن، ما بستخدمش خالص السيليزيوس. يبقى كل شغلي في الكيمياء عباره عن بستخدم درجه الحراره بالكلفن. يبقى انا لو جبت لك في المساله اي مساله بالسيليزيوس انت عليك ان انت تعمل ايه؟ تحولها الى الكلفن معانا. تمام يا جماعه؟ تمام يا دكتور. ماشي. يفضل عندي ايه في المعادله؟ الان والتي. وما هي الان وما هي الان والار؟ وما هي الان وما هي الار؟ ودي بقى اللي محتاجين نتكلم فيهم شويه. عندي حاجه اسمها الان. وما هي الان؟ هي النمبر اوف مولز. هربطها بمين؟ جاز. يبقى اوف جاز. جاز النمبر اوف مول اوف جاز. تمام. حلو قوي. النمبر اوف مولز اوف الجاز. يعني ايه مول؟ هو رقم يعني. هي كميه محدده. هو عدد افوكادرو مولكيولز في الماده. يعني هو افوكادرو نمبر من اي حاجه يعني. افوكادرو نمبر اوف مولكيولز. تقريبا المول دوت اللي هو المولر ماس ديفايدد الفالنسي. دكتور عدد جزيئات الماده. ايه عدد جزيئات الماده؟ لا عدد جزيئات المول اكبر من عدد المولات. دي حاجه تانية خالص. يبقى احنا لازم نكون متفقين كده. عندي مصطلحين مهمين جدا، حاجه اسمها مول وحاجه اسمها مولكيول. المول دي حاجه والمولكيول دي حاجه تانية خالص. طيب ما هو المول؟ قال لي المول ده حاجه كبيره بيتكون جواه من وحدات اصغر تسمى ايه؟ تسمى مولكيول. يبقى اي مول في الدنيا بيتكون من عدد محدد من الموليكيول خلاله. طيب ما هو المول؟ خدناه بالدراسه بتاعتنا قبل كده. قلنا المول اسمها حاجه اسمها الموليكيول ويت. المول هو عباره عن الموليكيول ويت اكسبريست ان جرام. يعني ايه موليكيول ويت اكسبريست ان جرام؟ يعني ايه الكلام ده؟ مش احنا خدنا قبل كده واحنا في ثانوي حاجه بيقول لك المول هو الكتله الجزيئيه للماده مقدره بالجرام؟ هو ده المول. واحنا في الكيمياء ما عندناش فرق بين بين الوزن والويت، بين الوزن والماس، بين الويت والماس الاثنين عندنا واحد. حلو. يبقى ما هو المول؟ قال لي هو الموليكيولر ويت اوف اي سبستانس اكسبريسد ان جرام. يعني ايه؟ قال لي يعني هو السميشن بتاع الاتوميك ماسس اوف الاليمنت. هو سميشن بتاع الاتوميك ماسس بتاعت الاليمنت. يعني ايه الكلام ده؟ قال لي يعني بكل بساطه لو انا خدت ماده زي ال NaCl، ال NaCl دي بتتكون من 2 elements اللي هما مين؟
الصوديوم والصوديوم الكلوريد الصوديوم الكلوريد. فانا هرجع للبريودك تيبل او الجدول الدوري الاقي بيقول لي هنا ده في ان اي وهنا في سي ال، والاقي ان تحت ال ان اي او تحت اي عنصر كاتب لي رقم وفوق كاتب لي رقم تاني، كاتب لي رقم وفوق كاتب لي رقم تاني. الارقام دي لها معنى وليها مغزى مهم جدا لازم يكون عارفينه. قال لي فيهم عدد اسمه اتوميك نمبر والتاني اسمه اتوميك ماس. يعني ايه اتوميك نمبر؟ يعني العدد الذري. ويعني ايه العدد الذري؟ يعني عدد الالكترونز او البروتون او البروتونز. اه يبقى انا لما اجي اقول لك ان العدد الذري بتاع او الاتوميك نمبر بتاع الصوديوم 12 يبقى هو فيه 12 الكترون. حلو؟ ما يهمنيش. انما انا يهمني مين؟ الاتوميك ماسز. هل ده حفظ؟ لا. يبقى انا لما اجي اقول لك هات لي وزن المول بتاع اي ماده لازم اقول لك الاتوميك ماس بتاع العناصر بتاعته كام. يعني ايه؟ قال لي يعني مثلا NaCl عايز اعرف المول بتاعه بكام. قال لي بكل بساطه هرجع للجدول الدوري او البريودك تيبل هلاقيه بيقول لي ان الاتوميك ماس بتاع الصوديوم ب 23، مش حفظ هو انا مديهولك، والاتوميك ماس بتاع الكلور ب 35.5. لازم اديك الارقام دي مش هحفظها. تمام؟ يبقى معنى ذلك الاتوميك الوزن المول او المولكيولر ويت بتاع ال NaCl بكام؟ قال لي يبقى الوزن المول بتاع ال NaCl اللي انا هسميه برضو مولكيولر ويت اللي رمزه ام كابيتال ما هو الا عندي كام ان ايه هنا؟ واحده. حلو. يبقى واحده. وزن الواحده دي كام؟ 3.0 بلس. عندي كام كلور؟ 35.5. وزنه كام؟ واحد. 35.5. يبقى اذا ده ايكوال 58.5 جرام. يعني ايه؟ قال لي يعني كل ما حوزن على الميزان 58.5 جرام من ان اي سي ال كاني فعليا انا معايا 1 مول من الماده دي. عرفنا ازاي نحسب المول يا جماعه؟ يبقى ما هو المول؟ المول هو عباره عن الاسم الثاني بتاعه او اسم الدلع بتاعه هو المولكيولر ويت. والمولكيولر ويت هو وزن بيتحسب بطريقه معينه عن طريق اللي انا هعمل ايه؟ هجمع اعمل سميشن للاتوميك ماسز اللي بتكون اي اليمنت بتكون مركب معايا. يطلع زي ما يطلع بقى، بس الرقم ده ثابت ولا لا؟ اه ثابت معايا طول الوقت. طب لو عندي ماده زي Na2CO3 تقدر تجيب لي وزن المول بتاعه بكم؟ هتقول لي اه ده وزن المول بتاعه 2 في 23. ليه 2؟ عشان في عدد عشان كده مرتين صح؟ اه بلس 1 في 12 لان الكربون ده واحد بس، بلس 3 في كام؟ 16 يطلع رقم زي ما يطلع. هذا الرقم بيمثل معايا ايه؟ وزن الوان مول من هذا الايه؟ هذه المادة. يا دكتور معلش بس، حضرتك قلت ان الكربون واحد بس وضربته في 12 وزنه. اه حاجة اقول لك ان الصوديوم ب 23 والكربون وزنه 12 والاكسجين وزنه 16. تمام كده. يبقى انا جبت وزن حضرتك. يبقى جيفن تمام. اه دي حفظ. قصدي دي انا لازم اديها لك مش حفظ. اه جيفن تمام. خلاص يا جماعه يبقى انا كده جبت وزن المول ولا لا؟ احنا اخذنا الحاجات دي قبل كده صح؟ اه خدتوها في ثانوي. طب احنا عادي ناخدها تاني ولا هو في حاجات جديده بقى يطلبها؟ لا دي هو. حاجه مساعده للي انت هتاخده. يعني دي هو. حاجه بس عشان اما اجي احل المسائل ما تجيش تقول لي جت منين. تمام ماشي. يا دكتور هو في ناس كانت في معاهد صناعيه فما عشان كده احنا بنشرح يا دكتور. نعم بقول لحضرتك في ناس كانت في معاهد صناعيه فما ما اتعمقتش قوي في الكيمياء. ماشي ما احنا بنشرح من اول وجديد اهو. تمام يعني كلكم زي بعض. تمام يا دكتور شكرا لحضرتك. يا دكتور نعم. يعني هو الـ لما نعوز نجيب ان اللي هي number of moles هي الماس بتاع الاليمنت كله على الماس of one mole مش كده؟ صح بس لسه هقوله دلوقتي بقى. طيب دكتور معلش
نعم الاسئله كتير يا جماعه في نص المحاضره بتخلي الناس تتشتت، فمش عايزين ايه، عايزين في اضيق الحدود وبعد كده نجمع الاسئله في الاخر يعني. نعم هو حضرتك دلوقتي قلت ان الصوديوم اللي هو Na2CO3 ده قلت ان هو الوزن بتاعه بيساوي 1 مول، بس حضرتك يعني كنت قال ان ال1 مول هي افوجادروز نمبر من المولكيولز، فدي 1 مولكيول واحده، فانا مش طيب. فاهم ممكن تقعد ساكت بس نخلص اللي انا بقوله ده وهتلاقيني انا بتكلم في اللي انت بتقوله. تمام طيب. يبقى ال1 مول انا عرفت احسبه ازاي، فانا جبت ماده الماء اكس قمت جاي حسبت ال1 مول بتاعها اللي هو رمزه ام كابيتال لقيته سي ب 50 جرام بالطريقه اللي احنا قلنا عليها، قمت جاي وازن منها 200 جرام، يبقى ال 200 جرام دي بتمثل معايا كم مول؟ أربعة. عملت ايه؟ قسمت الويت على المول على عدد المول. طب ليه؟ لان انت كده قلت لي بكل بساطه اذا كان ال 50 جرام دولت بيمثلوا 1 مول، طيب ال 50 جرام دولت اتكرروا كم مره في ال 200؟ اربع مرات. يبقى انا معايا كم مول؟ 4 مولز. يعني ايه؟ قال لي يعني قدرنا نوصل لقانون جميل جدا وسهل جدا، بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان حيث ان هي النمبر اوف مولز هتساوي ايه؟ قال لي هتساوي الويت بالجرام على الموليكيولر ويت اللي هو اوريدي برضو بالايه؟ بالجرام. يبقى انا عشان اجيب النمبر اوف مول اهو عملت ايه؟ قسمت الوزن اللي معايا، وزنت 200 جرام، 1000 جرام، 500 جرام زي ما يطلع. ده رقم متغير، قسمته على ايه؟ على وزن ال1 مول اللي هو رقم ثابت. تمام؟ قدرت اجيب مين؟ قدرت اجيب النمبر اوف مولز اللي معايا. ده اللي انا عايزه فوق في المعادله، ان بي في ايكوال ان ار تي، انا عايز الان دي. تمام؟ يبقى اذا عشان اجيب النمبر اوف مولز المفروض اعمل ايه؟ اجيب الاول المول بكام وبعدين اقسم الويت اللي معايا على وزن المول يديني ايه؟ يديني النمبر اوف مولز اللي موجود عندي. صعب الكلام ده يا جماعه؟ عرفنا ازاي بنجيب الان؟ يبقى عشان نجيب الان هي ايه الخطوات عشان تو كالكوليت الان؟ عشان احسب الان اعمل ايه؟ اول حاجه اجيب وزن المول بكام اللي هو الام كابيتال، تاني حاجه اجيب الويت بكام وده اللي لازم اديهولك بس لازم يبقى بالجرام، تالت حاجه اقوم قايل النمبر فول ايكوال ايه؟ الويت على ايه؟ على الموليكيولر ويت. ماشي. في واحد زميلكم كان متضايق، يقول لي يا دكتور انا عارف ان المول هو افوجادروز نمبر من مولكيول، انا عارف ان المول هو افوجادروز نمبر من مولكيول. هقول له صح، بس ده تعريف تاني لينا، ايه هو؟ ان المول افوجادر هو بيمثل افوجادروز نمبر من ايه؟ من المولكيول. طب يعني ايه برضو مش فاهم؟ قال لي بكل بساطه، هنعمل ايه؟ قال لي يبقى انا فهمت المول، المول ما هو الا وزن، هو الوزن ده وزن ايه؟ قال لي وزن عدد جزيئات محدد، برضو مش فاهم. فجي عندي قاعده بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان اي مول، اني مول اوف اني سبستانس contains Avogadro's number of molecules. دي مهمة جدا على فكرة القاعدة دي. ويبقى هنا عندي التعريفين صراحة كده. أي مول من أي مادة contains Avogadro's number من molecules. Avogadro's number ده اللي هو إيه؟ Avogadro's number ده اللي هو رمزه هستأذن حضرتك بس يا دكتور يعني الترجمة معلش عشان افهمها اكتر. لسه هقول هو في قدر ده اللي هو 66 من 100 في 10 على 23. ما حفظتوش الصراحة. وعلاء مش فوق؟
كلمه في التليفون برضه ماشي روح بسرعه او ابعت حصه انا عايز اشوف الحاجه اللي هتبقى. ماشي 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 خلاص هي ممكن برضه تروح تجمع اسحب فلوس ماشي 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 خلاص براحتكم انا كده كده معايا المفتاح ماشي ماشي نرجع بقى تاني لموضوعنا any mole of any substance يعني اي any mole يعني اي مول ويعني ايه كلمه substance يعني ماده يبقى اي مول من اي ماده لازم يحتوي على افوغادروز نمبر من مولكيول وافوغادروز نمبر من مولكيول ده رمزه ان كابيتال يبقى بشوف كلمه ان كابيتال دي معناها ايه معناها افوغادروز نمبر ممكن ناس بتكتبها ان بس وناس بتكتبها ان ايه دي صح ودي صح في ناس بتكتبها ان بس وفي ناس تانية بتكتبها ايه ان ايه دي صح ودي صح ما عنديش اي مشكله في ده وده مهم يعني ان اي مول من اي ماده لازم تحتوي على افوجادروز نمبر من ايه من المولكيول مش فاهم اي حاجه لو جيت قلت لك دلوقتي انا عندي سيكشن اهو السيكشن ده فيه كام طالب نقول فيه 30 طالب مثلا يبقى السيكشن ده فيه 30 طالب او 30 ستودنت هي دي العلاقه بين المول والمولكيول يعني ايه قال لي يعني المول هو حاجه كبيره تحل محل مين السيكشن والستودنت مش السيكشن بيتكون من 30 طالب يبقى المول بيتكون من 30 ايه افوجادروس نمبر سيبك من افوجادروس نمبر 30 ايه دلوقتي مولكيول او بارتكل يبقى المولكيول دي حاجه صغيره اصغر من المول طيب افوجادروس نمبر ده بكام قال لي حيث افوجادروس نمبر ده حفظ الرقم ده 6.023 × 10³ يعني ايه الكلام ده كلام كبير قوي بقى قال لي يعني اي مول في الدنيا لازم يحتوي على 6.023 × 10³ مولكيول بدل بقى ما بقول 30 طالب لا يبقى اي مول في الدنيا لازم عشان اقول انا معايا مول لازم ويبقى فيه كام مولكيول 6.023 × 10³ ويبقى وزن الوزن المول اللي انا حسبته بالطريقه اللي فوق هو وزن مين قال لي والوزن اللي انا حسبته فوق هو وزن عدد افوجادروس ده اللي موجود معايا ولا لا هو ده اللي معايا مش انا هنا قلت لك المول بتاعي مثلا طلع ب 58.5 اهو مش قلنا ده وزن المول الوزن ده هو وزن عدد افوجادروس من جزيء او الاليمنت بتاعه ال NaCl وزن عدد افوجادروس من ال NaCl اللي موجود ايه موجود معايا خلاص يبقى اي مول في الدنيا لازم يحتوي على افوجادروس نمبر من المولكيول طيب لو معايا نص مول هيبقى فيه كام مولكيول نص عدد نص في 6 هضرب النص في الرقم الاساسي بالظبط يبقى انا لو معايا مول يبقى هو ده العدد طب معايا نص مول يبقى نص العدد لو معايا ربع مول يبقى ربع العدد تمام يبقى نص مول في كام في نص افوجادروس نمبر طب الربع مول برضو هيبقى ربع افوجادروس نمبر صح طيب يبقى انا اقدر اطلع قانون جديد بقى والقانون ده بيقول لي ايه ان النمبر اوف مولكيولز هتساوي ايه تقدر تقول لي النمبر اوف مولكيولز هتساوي ايه افوجادروس نمبر في العدد المول النمبر اوف مولز في افوجادروس نمبر يبقى انا هنا في المسائل اخلي بالي كويس جدا عايز النمبر اوف مولز يبقى عايز الان ولا عايز النمبر اوف مولكيولز يبقى هو عايز مين النمبر اوف مول في افوجادروس نمبر ويبقى اذا لما اجي اقول لك كالكوليت ذا نمبر اوف مولكيولز يبقى انا ما عنديش حل تاني هو نمبر اوف مولكيول عشان احسبها لازم اجيب النمبر اوف مول وارجع هضرب النمبر اوف مول في ايه في افوجادروس نمبر في ده يبقى انا جبت النمبر اوف ايه اوف مولكيول صعب الكلام ده يا جماعه يبقى انا كده عرفت يعني ايه دي يعني ايه في يعني ايه تي يعني ايه ار سوري يعني ايه ان يفضل معايا اخر حاجه اللي هي الار
وما هي الار؟ عبارة عن كونستانت. بس كونستانت بتاع الايدل جاي الار ده من الاساس حط راقه كونستانت صح 100%، بس كونستانت ده ثابت لكل انواع الغاز. كونستانت ده هيبقى ثابت لكل انواع الغاز، فهنسميه ايه؟ هنسميه يونيفرسال جاز كونستانت، او الثابت العام للغازات، او جنرال جاز كونستانت، او يونيفرسال جاز كونستانت. خلاص، يبقى الار ده ثابت لكل الغازات، هنسميه ايه؟ يونيفرسال جاز كونستانت او جنرال جاز كونستانت. طب الار ده بكام واجيبه منين؟ قال لي بجيبه عن طريق حساب ات اس تي بي. فانا عندي حاجه اسمها اس تي بي. ايه هي الاس تي بي؟ هي الستاندرد تمبريتشر و بريشر. ستاندرد تمبريتشر و بريشر. اما اشوف الستاندرد تمبريتشر وبريشر دي بتعني ليا شويه حاجات. كل ما اشوف كلمه اس تي بي يبقى انا لازم يتحقق عندي شويه شروط. ايه هي؟ مش هي اسمها ستاندرد تمبريتشر وبريشر؟ يبقى لازم التي تبقى ستاندرد، ولازم البي تبقى ستاندرد هي كمان. لازم التي تبقى ستاندرد ولازم البي تبقى ستاندرد. طب التي ستاندرد على كام؟ على زيرو درجة سلسيوس، يعني 273 درجة كلفن. ما احنا قلنا ما بستخدمش سلسيوس، كل شغل بيبقى على مين؟ على كلفن. طب ايه الستاندرد بتاع البريشر؟ ان يبقى 1 اتموسفير. يبقى لما اجي اقول لك ما هي الاس تي بي، هي عبارة عن ستاندرد تمبريتشر وبريشر. هذا الستاندرد تمبريتشر هو زيرو درجة كلفن، اللي هو زيرو درجة سلسيوس، اللي هو 273 درجة كلفن. والستاندرد بتاع البريشر ان يبقى 1 اتموسفير. ات اس تي بي اي 1 مول، يعني الان بواحد من اي غاز، الفوليوم بتاعه بكام؟ ب 22.4 لتر. يبقى اذا كلمه اس تي بي وقت ما اشوفها يبقى لازم الاربع شروط دول تتحققوا معايا. ايه الاربع شروط دول؟ ان التي ب 273 كلفن، ان البي ب 1 اتموسفير، ان الان ب 1، وان الفي بكام؟ ب 22.4 لتر. لو انا جيت عوضت هنا، مش البي في ايكوال ان ار تي؟ يبقى الار ايكوال ايه؟ بي في على ان تي. خلاص، عوض بقى بالقيم اللي معاك. قلنا البي بكام؟ ب 1 اتموسفير. قلنا الفي بكام؟ قلنا الان بكام؟ 1. وقلنا التي بكام؟ اما اجي اعوض هنا بالكلام ده هلاقي ان الار ايكوال 0.082. اليونت بتاعك بص بقى معايا، اليونت عندي اهي لتر اتموسفير، ده فوق على ايه؟ على مول كلفن، مالها؟ تحت. يبقى ايه اليونت بتاعت الار؟ لتر اتموسفير على ايه؟ على مول كلفن. يبقى الار ده ثابت لكل الغازات. الار ده ثابت لكل الغازات بكام؟ ب 82 من 1000 لتر اتموسفير على مول كلفن. يبقى الرقم ده هحفظه تماما، لان انا مش هديهولك كقيمه، انما هقول لك عوض في المعادله. تيجي تشوف بي في ايكوال ان ار تي من غير ما افكر، الار بكام؟ 82 من ايه؟ هتقول لي بس في مشكلة. ايه المشكلة بقى؟ هتقول لي انت هنا استخدمت البريشر بالاتموسفير، بالتالي خدت الفوليوم بالايه؟ باللتر. بس احنا قلنا ان انا ممكن استخدم البريشر بالايه؟ بالبسكال. ينفع استخدم البريشر في الحالة دي؟ ايه اللي هيكون متر كيو؟ وخلي الفوليوم باللتر؟ لا لا، انا لازم احول. لو هحول ده بالبسكال لازم احول الفوليوم لايه؟ متر كيوب. المتر كيوب. اجي اعوض تاني، يبقى الار ايكوال بدل ما هكتب 1 اتموسفير هقوم كاتب كام؟
1.01325 في 10 باور 5 نيوتن على متر سكوير. ما ينفعش اخد الفوليوم ب 22.10 فهاخده بكام؟ 22.4 في 10 باور نيجاتيف 3 ايه متر كيوب على 1 مول في 273 درجة ايه كلفن. بص كده مش المتر دي نيوتن متر، المتر سكوير دي هتروح مع المتر كيوب يتبقى متر. طلع الار بكام؟ طلع الار بكام؟ ب 8.314. اليونت قال لي نيوتن في متر على ايه؟ على مول كلفن. وما هي نيوتن في متر؟ قال لي ما نيوتن في متر دي طول عمرنا عارفين اللي هي ايه؟ الجول. يبقى معنى ذلك، معنى ذلك الار عندي اللي هي الثابت عامل الغازات ليها كم قيمه؟ ليها قيمتين. الار اللي هي الثابت العامل الغازات ليها كم قيمه؟ ليها قيمتين. ايه هما القيمتين؟ 82 من 1000. امتى؟ لو البريشر بالاتموسفير والفوليوم باللتر. يبقى لتر اتموسفير على مول كلفن. يبقى امتى؟ لو البريشر بالاتموسفير والفوليوم باللتر. او الار ليها قيمه ثانيه اللي هي 8.314 اليونت بتاعها جول على مول كلفن. امتى؟ لما يبقى البريشر بالباسكال وغصب عني في هذه الحاله الفوليوم هيبقى بالايه؟ في المتر كيوب. دكتور نعم هو الباسكال ان في ام؟ الباسكال نيوتن على متر سكوير. اوكي خلاص يا جماعه. يبقى امتى استخدم الار بالشكل ده وامتى استخدم الار بالشكل ده؟ حسب وحدات البريشر. يبقى انا هحتاج ازود عليك جمله. ايه هي؟ كتبناها قبل كده بس هزود عليها. اس البريشر بالاتموسفير هيؤدي غصب عني ان الفوليوم هيبقى باللتر. وفي هذه الحاله غصب عني برضو الار هتبقى بكام؟ 0.082. انما لو البريشر بالباسكال هتؤدي لان الفوليوم هيبقى بالمتر كيوب، بالتالي الار هتبقى بكام؟ ب 8.314. صعب الكلام ده يا جماعه؟ لا تمام يا دكتور. اي حد عنده اي سؤال؟ لو سمحت يا دكتور قول. بالنسبه لللاب هو لازم البلطو يكون لونه ابيض ولا ينفع ازرق مثلا؟ عارف انت لو كنت قدامي دلوقتي كنت عملت فيك ايه؟ خلاص انا اسف. خلاص اما اكون بشرح في حاجه حقيقه ده دايما كنت بقولها في المحاضره عندي، بس طبعا عشان ما بقابلكوش وواجهة الواجهة يعني فما قلتها لكوش. والله افتكرت ليكتشر خلصت فقلت يعني. انا بس بسأل سؤال. انا ما اكون بشرح في المحاضرة ببقى مركز في المحاضرة، ما بحبش اي اسئلة برا المحاضرة. اي اسئلة برا المحاضرة اسأل فيها زي ما انت عايز، بس بعد وقت المحاضرة ما كنتش انا مركز في الشرح. تيجي تقول لي ايه؟ طب انا اسألك سؤال تاني، هل البلطو ده ممكن اجيبه ابيض بخطين حمر؟ انا اهلاوي فمش مش عايز. ينفع دكتور زملكاوي. لا طبعا، لا طبعا. ايه اللي زملكاوي دكتور؟ معلش سؤال، سؤال في لا استنى بس دلوقتي سؤال ايه؟ انا سمعت ان حضرتك زملكاوي يعني شفت داخل قبل كده حضره فعرفت ان حضرتك زملكاوي. عامه انت بتكررها تاني صح؟ اسمك وعنوانك ورقم تليفونك عشان ايه؟ عشان بعد كده ما تجيش تقول لي انا عملت ايه. خلصت معاك. اي بلطه يا باشمهندس اي لون ما تفرقش معايا. شكرا شكرا دكتور. لا اسال بقى سؤال دكتور.
دكتور هو حضرتك قلت فوق ان at STP الفوليوم بيبقى constant 22.4 لتر الفوليوم بتاع الوان مول. طب لو معايا 2 مولز اه تمام. طيب السؤال هنا لو at STP وسبنا فيه جاز هو بيتمدد مع الوقت فالفوليوم بتاعه عادش at STP تمدد مع الوقت يبقى درجة حرارته اتغيرت ما عادش at STP. لا لو هو نفس البريشر بتاع الجو ودرجه الحراره ما اتغيرش بنشوف الغاز بيتمدد في المكان اللي هو فيه ما بيفضلش في مكانه. ما تمددش طالما حطه في الاناء سايبه في حر كده في الظروف دي بالحسبه لقيناها اللي هي الفوليوم بتاعه 22.4 لتر هتغير انت الكونديشن يتغير معاك الفوليوم زي ما يطلع ما تش هتفرق معايا. تمام ماشي يا دكتور. بس ممكن تقول التحولات تاني معلش؟ تحولات ايه اللي هي من الاتوم للباسكال وكده معلش؟ استنى يا عم ما اقفل البتاع ده ايه. ممكن تقول التحولات تاني؟ لا طبعا انت عايزني اعيد المحاضره كده من الاول تاني؟ لا ما عيدش المحاضره يعني هو وريني بس السلايدز بس خلاص. اما تبص عليها تاني لو ما عرفتهاش اشرحها لك تاني يعني حضرتك هتنزلها على يوتيوب؟ لا الفيديو ده اوريدي اللي متسجل بيفضل عندك على تيم لمده 20 يوم بعد كده بيتمسح فانت خلال ال 20 يوم ده تقدر تنزله يعني وتتفرج عليه عادي يعني. اوكي تمام. طب انا عندي سؤال صغير بعدين. طب معلش هو 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 اللي هو النمبر اللي هو عدد الجزيئات ليها اختصار؟ لا. اوكي تمام. اللي عنده اختصار هو المول اختصاره ام كابيتال والنمبر اوف مولز ان سمول وافغادروز نمبر ان كابيتال. تمام ماشي شكرا. دكتور بعدين حضرتك سؤال صغير. نعم. هو البور لما باجي احوله الاتوم بضربه في 1 بوينت مش هتغير حاجه الوان بار ايكوال 1 اتموسفير يعني لما بيديني بار اللي هي اتموسفير ايوه جنا او جينا علشان عشان هي واحد فرق ما بين المول والنمبر اوف مول. المول ده هو 1 مول النمبر اوف مول ده عن 3 4 مول اه تمام اوكي شكرا. المول ده هو وزن وزن انما النمبر فول ده انا معايا من الوزن 3 4 مرات فبالتالي معايا 3 4 افغادروز نمبر وهكذا. تمام شكرا يا دكتور. خلاص ابدا بقى انا كده اتكلمت على البي لوحدها والفي لوحدها والان لوحدها والار لوحده والتي لوحده يفضل عندي مين؟ يفضل عندي اللي انا اتكلم على القانون ككل. بقى بص معايا بقى عشان ده ملخص اللي احنا شرحناه النهارده كله. كان عندي قانون للايديال جاز اسمه بي في ايكوال ان ار تي حلو وجينا قلنا ان الان اللي هي النمبر اوف مول دي ايكوال جي على ام حيث جي هي الويت والام هي ايه هي الموليكير ويت صح؟ طيب يعني ايه؟ قال لي انا اقدر اشيل ال N دي واكتب قيمتها الجديده يبقى بي في ايكوال جي على ام ار تي. صح؟ حد عنده اعتراض؟ يبقى ما اجي اقول لك باستخدام الايديال جاز لو كالكوليت ذا ماس اوف ذا جاز. خلي بالك بقى المولر ماس حاجة والماس حاجة فين الماس هنا الجي ولا الام؟ الماس هو الجي. حلو يبقى ما اجي اقول لك كالكوليت ذا ماس اوف ذا جاز يبقى الجي والجي دي تطلع زي ما تطلع اي رقم انما المولر ماس او المولكير ماس لا ده بيجي نتيجة مجموع الاتوميك ماسز بتاعت مين بتاعت الاليمنت بي في ايكوال جي على ام ار تي. طيب ما تقسم المعادلة كلها على جي ادي صيغة تانية للقانون اهو اقسم المعادلة كلها على جي على في اللي هو الفوليوم بي في على في ايكوال بي بالاسم اهو بالاسم على الفي بي في على في ايكوال بي ايكوال جي على في ار تي على ام. وما هي جي على في؟
دينستي. دينستي كثافة، مش الكثافة دايما ماس على فوليوم. يعني ايه؟ قال لي يعني البريشر ايكوال الدينستي اللي هي دي في ار تي على ام. ويبقى انا عارف ان انا عندي رمز جديد ظهر عندي اهو اسمه ايه؟ اسمه دي، حيث دي هي الدينستي بتاعت الغاز اللي احنا خدناها في ثانوي برمز ايه؟ رو. 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 يبقى الرو دي او رمز فيزيائي فيزياء. انما هذا الرمز بيتغير عندي في الكيمياء يبقى رمزه ايه؟ دي. يبقى البريشر ده قانون تاني اهو برضه للايديال جاز له بيقول لي ايه؟ ان البي ايكوال دي في ار تي على ايه؟ على ام. لو معايا الام ومعايا الار ومعايا الار طبعا ثابت، لو معايا الام ومعايا التي ومعايا البي اقدر اجيب الدينستي بتاعت الغاز ولا لا؟ يبقى ده شكل ثالث للقانون عندي، ان البريشر ايكوال دي ار تي على ايه؟ على ام. طيب نرجع تاني، بي في ايكوال ان ار تي. طيب يبقى بي في على تي ايكوال ايه؟ ان ار. حد عنده اعتراض؟ لا تمام تمام. حد عنده اعتراض؟ بي في ايكوال ان ار تي، يبقى بي في على تي ايكوال ايه؟ ان ار. وما هو الار؟ ده ثابت. ما هي الار؟ نعمل ديريفاتيف. ايه؟ جنرال كونستنت. يعني الار كونستنت. حلو، وما هي الان؟ هل الان كونستنت ولا مش كونستنت؟ لا كونستنت. هي الان دي متغيره حسب المساله، انما في المساله الواحده الاي الان ثابت ولا لا؟ يعني الان دي ممكن تبقى كونستنت هي كمان. يعني ايه؟ قال لي يعني بي في على تي ايكوال كونستنت. معناها ايه برضو؟ معناها ان انا لو عندي بي 1 في 1 على تي 1 هي هي هتبقى ايكوال لبي 2 في 2 على تي 2. امتى؟ ات كونستنت ان. يبقى انا لو عندي غاز تحت ضغط معين درجة حرارة معينة وليه فوليوم معين، لو غيرت درجة الحرارة او غيرت الفوليوم او غيرت البريشر اقدر احسب مين؟ حاجة تانية من اللي معايا. بس خلي بالك درجة الحرارة هنا ما تنفعش تبقى بالسيليزيوس، لان انا بغلطك اقول لك ايه؟ لو انا زودت الحرارة 200 درجة او 200 درجة سيليزيوس ايه اللي هيحصل في درجة الحرارة التانية؟ هتقول لي انت ما بتزودش 200 درجة، انت بتزود كام؟ 573 درجة. ليه؟ او 473 درجة. ليه؟ هو ده انت بتزود 200 درجة سيليزيوس وعليهم 273 تاني. مش احنا قلنا درجة الحرارة لازم تبقى بالكلفن؟ تمام، وتساوي سيليزيوس زي 273 بالظبط كده. يبقى اذا B1 V1 على T1 تبقى ايكوال ل B2 V2 على T2 at constant M. طب لو الان مش ثابت، يعني ايه الان مش ثابته؟ حاجه اقول لك انا خدت 1 مول في بدايه التجربه وقمت جاي في النص مزود 5 مول تانيين. ايه يعني؟ انا كنت بادي ب 1 مول من الغاز، المفروض اخلص 2 ونص. مش مهندس هيقفل المايك لو هتتكلم. لو انا عندي غاز بداته ب 1 مول وجيت في نص التجربه قمت مزود 5 مول تانيين، اصبح النمبر فور اللي عندي كام؟ 6. هل النمبر هنا ثابت؟ لا متغير. حلو كده غيرت. يبقى اما اجي اقول لك بي في على ايكوال ان ار تي، ايه الثوابت وايه المتغيره؟ هتقول لي يبقى بي في على ان تي هو ده اللي ثابت لانه هيساوي الار. بص هنا اما كانت الان ثابت كان البي في على تي هو اللي كونستنت، اما الان اتغيرت بقى مين اللي ثابت؟ بي في على ان تي. معناها ايه؟ معناها ان بي 1 في 1 على ان 1 تي 1 هتبقى ايكوال لمين؟ بي 2 في 2 على
N2 T2 معايا. دي امتى؟ for variable ايه؟ N. معظم الحالات بتبقى constant. امتى بتبقى variable؟ اما انا اقول لك اللي هي variable. ما اجي اقول لك انا زودت number of moves او شلت number of moves او اي حاجة من الكلام ده معايا. صعب الكلام ده يا جماعة؟ يبقى انا النهاردة كل اللي اشتغلته قانون اسمه BV equal NRT. بتفاصيله كاملة. اتكلمنا على البي لوحدها والفي لوحدها والان لوحدها والار لوحدها والتي لوحدها وكل حاجة فيهم لوحدها. بعد ما فهمنا كل جزء لوحده مسكنا القانون ككل. عملنا ايه؟ بدأنا نتكلم فيه بالتفصيل عشان اطلع اشكال مختلفة لهذا الايه؟ لهذا القانون. صعب الكلام ده يا جماعة؟ مش عايز اطور عليكم النهاردة كأول محاضرة عن كده. انما ان شاء الله يوم محاضرة السبت الجاية هتبقى محاضرة مهمة جدا وراها توتوريال مهم جدا يوم الحد ان شاء الله وهنكون خلصنا فيه شابتر الوان كله. خلي بالك من حاجة مهمة جدا ان التوتوريال مش هيبقى توتوريال. التوتوريال هيبقى تكملة للمحاضرة. هنحل مسائل وهنكمل الجزء خاص بالمحاضرة. يعني انا ان شاء الله السبت الجاي هشتغل محاضرة تاني ومسائل. واجي على التوتوريال هشتغل جزء جديد ومسائل. يبقى كله هيكمل ايه؟ هيكمل بعضه عشان نبقى فاهمين الجزء بتاعنا مية مية. حد عنده اي مشاكل يا جماعة؟ يعني طب دكتور وكده في توتوريال بكرة؟ لا بكرة وفيزياء. بكرة ما عندكوش كيمياء. ما احنا اسبوع كيمياء واسبوع فيزياء. دكتور هو في ريفرنس مرجع وكده ولا؟ في ريفرنس عن نت اسمه تشينج وفي كتاب اللي هو مع زمايلك اللي هو اللي هو اللي بيتباع في مكتبة كتب العمل. يا جماعة نسيت أقول لكم كتب العمل موجودة في مكتبة دار المهندسين. دي فين دي يا دكتور؟ مهندس هي مش هتتباع في اللاب نفسه؟ قلت ليه؟ هي مش هتتباع في اللاب نفسه؟